عودة عيسى بن مريم، يعني أنت لا تصدق هذه الغيبية؟ لا لا أصدق بها، لأنها مناقضة للقرآن الكريم بشكل واضح، وهي عقيدة نصرانية على فكرة. عودة عيسى عقيدة نصرانية، حتى اليهود يتبنونها، لكن على أنه الدجال الأنتي كرايست يعني، أو عدو المسيح هكذا. نحن لا نؤمن بهذه الفكرة أو بهذه الفرية لأنها تناقض كتاب الله. لو أتحت لي فرصة سأقول لك كيف تناقض كتاب الله من كتاب الله تبارك وتعالى. كيف تناقض؟ نعم باختصار. ومن حديث رسول الله الصحيح أيضا. نعم باختصار. لأن الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. ما معنى خلت؟ أي درست وبادت وفنيت، ماتت، انتهت، أجيال من الناس. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ولم يستثن الله عيسى بن مريم. الدليل الثاني وهو قوي لائح جدا في آخر سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، حتى لا أطيل، إلى أن يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. واضح من فهم، وأرجو لكل مستمع ومشاهد أن ينعم النظر في تأمل هذه الآيات في أواخر سورة المائدة. التأمل فيها يعطي بسرعة سريعة أن عيسى ابن مريم يوم القيامة يعرب عن أنه لم يعرف ماذا حدث بعده، لم يعرف أنه عبد وأمه من دون الله تبارك وتعالى، لم يعرف. إذن عيسى لم يعد إلى الدنيا، لو عاد إلى الدنيا ووجدهم عبدوه واعتقدوا به إلها أو ابن إله لتبرأ منهم ولا أعرب إيه عن وجهة نظره بين يدي الله. في صحيح البخاري أختي في حديث الاختلاج عن الحوض، النبي يخبرنا أن جماعة من أصحابه يريدون أن يردوا حوضه فتختلجهم الملائكة، فيسأل النبي لماذا، يعترض أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قال فلا أقول إلا كما قال أخي العبد الصالح عيسى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد أيضا مرة أخرى أنه لم يعرف بكل ما أحدثه أصحابه من بعده، لذلك يتعجب يوم القيامة لماذا يختلجون عن حوضه، ثم يقتبس إيه مقولة أخيه عيسى ابن مريم. طيب. ليؤكد أن عيسى أيضا لم يعرف ماذا وقع بعده. الرجاء علينا أن نتأمل في الآيات والأحاديث. طيب حتى نعرف كيف نأخذ وكيف نرد. نعم دكتور.